الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كعادتنا في الجمعة من سلسلة لقاء التواصلية، اليوم نستضيف الدكتور العدوي مجيد، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمراكش والحوزة. دكتور مرحبا بك. أهلا وسهلا جريدة الصوت، تحييكم حالا عملكم على الصحة على أساس الجمعية ومتابعة وتغطية. شكرا على توجيهكم لهذا البرنامج. شكرا دكتور. دكتور، كنعرفوا بأنه الرأي العام يتبع الأحداث ديال حملة الناس اللي وقعت في الحرب، ما رأي ديالكم في هذه النازلة في حالة التسمم اللي تعرض لها بعض المواطنين بحي الحميد هذه المدينة الحمراء؟ رأينا تقريبا على اساس هذه نتائج ديال واحد العشوائيه، واحد النوع من الفوضى اللي هي في الميدان ديال المطعم. فهو نورمالمون قطع اللي منظم والقوانين المقيمه ليه، ولكن الغريب انه تلقى احداث مثل هذه او محلات غير مرخصه تزود المواطنين بعدد من الاطعمه. بطبيعة الحال هذه نتيجة ديال هذا الوضع اللي هو شاد. بحال الوضع خصو هيكلة، خصو تنظيم، كنلقاو فيه انتظام المهيكل والغير مهيكل. بطبيعة الحال النتائج ديال غير مهيكل أو حتى مهيكل غير مراقب، بطبيعة الحال كيف تعطينا هذا التسمم الجماعي تقدر تشكل خطورة لا على الأفراد ولا على الجماعي. بالنسبة لنا هذا نتيجة هي عادية ما دام حنا كنعيشوا هذا الوضع. دكتور، شكون من المسؤول عن الترخيص ديال هاد المحلات وحتى المراقبة ديالها؟ الترخيص ديال المطاعم فهذه تتكلف بها هو المكاتب الصحية اللي تتكون تابعة للجامعة الترابية. قبل ما تيتم الترخيص بطبيعة الحال تكون زيارة ديال واحد اللجنة مختلطة واللي تيوقفوا على الحالة ديال المحل والمعايير ديال السلامة الصحية اللي ممكن يشتغل فيها هذا المحل. عاد يعني التزاما بواحد المجموعة ديال الشروط، عاد يتم المنح ديال الرخصة لهذا صاحب المحل. فهذا فيما يخص الترخيص. أما المراقبة، المراقبة تقوم بها لجان مختلطة اللي تتكون تترأسها السلطة المحلية وتتكون بمشاركة ديال مجموعة ديال المصالح الأخرى، منها المكاتب الصحية تابعة للجامعة، منها الوقاية المدنية، وكذلك بعض المصالح اللي على حسب القطاع اللي نعم حسب هذا النوع ديال المراقبة غادي يتم. فهنا هذه كلها تشمل العملية. حنا كنعيشوا هذه النازلة فهي حل اللي تقول تتعلم بأنه كاين خلل على هذا المستوى ديال الترخيص ولا ديال المراقبة. فعلا كاين نوع من الجولات اللي تقوم بها اللجان الى اخره، ولكن باش تكون عشوائيه بهذا الشكل من هالبوادر اللي يمكن يوقف في الشارع اللي يبيع فيه الماكله، من هالبوادر اللي يمكن يحل المحل بالترخيص. دابا حنا كنسمعوا في الحمد لله ديال التحذير دابا للدوله انه تم الاغلاق ديال واحد العدد ديال المحلات اللي كانت تبيع المأكولات غير هذا اللي كان سبب التسمم، وتعاد تيغلقوا اليوم على فين كانت يعني تيغلق ما كانش مراقب على قبل فين كانت كيفاش حلوا هذه المحلات وكيفاش دابا يعني تيغلقوا. هذا سؤال المفروض انك حمد المستهلك راه هذا نقص ديال خطر. كذلك هنايا راه هذا المسؤولين المسؤوليه راه مشتركه، المفروض انه تيقسموها للجميع المواطنين ولا مسؤولين ولا مهنيين ديال القطاع، سواء كان في القطاع المهيكل ولا غير المهيكل. هكذا كنشوفوا. ثم دكتور، كرئيس الجمعيه المغربيه لحمايه المستهلك من مراكش الحوز، ما هو الدور ديال الجمعيه في الوقايه في ومحاربه مثل هذه الاخطاء؟ هو اولا هنا في اطار الامكانيات ديال الجمعيه الادوار اللي تنقوم بها الانشطه كنديروا واحد برامج اسبوعيه تقريبا كل يوم كنديروا في الوسط اسبوعيه.
سواء كان في المدار القروي أو المدار الحضري من أجل التحسيس، من أجل أننا تكون عندنا عين تفقد يعني السوق والحالة ديالو وبالحال تكون عندنا مراقبة إيجابية بيان سور، تتكون الحملات التحسيسية إيجابية لا مع المواطنين ولا مع المهنيين، وبالحال تتبان لنا بعض الحالات الشادة ولا بعض الأوضاع اللي هي بحال لا تستجيب للسلامة الصحية، فأنايا كنديرو تقارير ولا مراسلات للمصالح المختصة من أجل التدخل، وأنه بطبيعة الحال الوضع اللي ما يمكنش تكون فيه ضمونة في السلامة الصحية للمواطنين سواء كيف ما يكون معاه ولو يكون غير حانوت عادية، بطبيعة الحال غير مقبولة عندنا المفروض أن نتلعبوا بها وتتحاول ما أمكن بجميع الوسائل خاصة المودية في التوعية ديال هذاك المهني، في التوعية ديال المواطنين، كذلك في هذا التعاون والتشارك مع جميع المصالح. مجموعة ديال الأعمار قمتوا بها خلال هذا رمضان ديال 2023، كنا وكبنا مجموعة سميتو، ولكن كانت عندكم قبل أعمال يعني درتوا حملات توعوية تحسيسية، درنا حنا مراكم واحد من ذراع الانطلاق، لقينا بأنه تملك شي شكل إيجابي. أخي الكريم لا شك أنه أنشطة تفقد على يعني مستوى الإسواق تنجبها على ثلاث سنة، مش غير في فترات كرمضان أو مناسبات، يمكن تكون تعبئة أكثر خلال هذه المناسبات، ولكن حنا على ثلاث سنة تنجبوا برامج يوميا يعني نهار الخميس نقدروا نمشيو السوق ديال الخميس على مستوى مراكش، ثلاث كاين دحنا وكاين تورير، كاين هذا الاربعاء ديال سويلا، الوغ جميع الايام عندنا واحد الزياره اللي تيكون بها الاعضاء ديال الجمعيه، بطبيعه الحال تكون فيها تحسيس، تكون فيها تفقد ديال هذاك ديال الجوده ديال الاسواق، بطبيعه الحال تبنيو عليها تقارير اللي تمشي على الجامعه اللي حنا مضويين في كل وحدنا، تمشي المصالح ديال وزاره الصناعه والتجاره والكشاري ديالنا، كذلك على مستوى مجموعه ديال المصالح اللي عندها علاقه ومعنيه بالتدخل في على مستوى الاسواق. دكتور انا بالنسبه في نظركم على هذه الحاله ديال التسمم، هذه الحالات ديال التسمم دابا في محامي الدوري في المسؤوليه الاولى اللي تلقى على صاحب المحل، كاين شي مشكل تما ودابا القضاء سيقول كلمته في هذا الموضوع، كذلك المسؤوليه هي مشتركه مع الجميع، كاين المسؤوليه اللي تتحملها هذاك المواطن اللي مشى تما ما عرفش كيفاش هذا اختار شخصيه، كاين المسؤوليه ديال ايجاد المراقبه، كاين المسؤوليه ديال هذا المواطن. نرجع لهذه النقطه دكتور، المواطن دار الجوع مشى لواحد الصناعه، يعني هذا المواطن ما عندوش درايه بالقانون بانه هذاك الصناق واش عنده ترخيص ولا ما عندوش، وهنا مشى كيفاش غادي نحملوا المسؤوليه؟ اقول بانه لا احد معذور بجريمه القانون، حاجه اخرى ان ثقافتنا الغذائيه كمغاربه خصنا نحافظوا، حنا كنقولوا ديور يعني هذه الثقافه ديال الاكل خارج البيوت هي ثقافه داخله، والمفروض الان وحنا كنعيشوا هذه المخاطر وهذا الشيء راه ماشي يعني محلي يعني ديال مراكش ولا ديال المغرب، لا هو راه عالمي، الاحصائيات ديال منظمه الصحه العالميه كتقول بانه اكثر من هذا 7 مليون ديال الناس تيتسمموا غذائيا، اكثر من 700,000 تقريبا الغالبيه 700,000 ضحيه يعني الناس اللي ماتوا بالتسمم الغذائي، بطبيعه الحال هنايا يبان لنا المستوى ديال الخطوره اللي تتبدل هذه الاكلات السريعه والمطعمه خارج البيوت، بطبيعه الحال حنا ما يمكنش ناكلوا على برا تلقى من داك الشيء اللي تناكلوا، وان كانت الدواء هذا تختلف فيها خليفه الاكل اللي خصها في مراكش يشتهيه الجميع، وكنقول الا كنت غادي ناكل في الزنقه سواء عارفين في السفر او في عطله او لضروره معينه، فمن النصائح اللي خصنا نوجهوا للمستهلك الان هو انه يختار المحل اللي مرخص له، يختار يعرف يدخل المحل يشوف واش فيه النظافه، واش فيه الهندام نقي ديال هذاك صاحب ولا خدامي،
يسوق المستخدمين واش يديروا الفحوصات الطبيه ديالهم والمستخدم في الوقت باش غير ساعات المجانه او ساعات المجانه والله صحتو اغلى من كل شيء. اذا خدا واحد 2 مينوت ويدير فيها هذه المراقبه يمشي يشوف من داك الدكتور واش المواطن يمشي مثلا لواحد المحل ويبدا يسول على هذا الا عرف القيمه ديال الصحه ديالو وعرف القيمه ديال الخطوره ويقدروا يزودوه بالمعلومه بطبيعه الحال عنده الحق خذ هذا الحق من الحقوق انه يشوف الرخصه يطلب هذا يطلب له يقول لي فين الرخصه هي الاولى اي شوف الله يخليك واش عندكم رخصه كيفاش تطلبوا هذا الشيء كلها هذا حق الاعلام ديال المستهلك في ضمنه القانون 31/2008 فهنا توجيها للمستهلك هو الحلقه الاساسيه في هذا الشيء انه شكون اللي تبرع هنايا هو المستهلك بالاساس شكون بيع الناس اللي ماتوا هادو الناس اللي باقيين تنتظروا واش غيتعالجوا ولا ما يتعالجوش واحد العدد ديال الناس راه تيتسمموا ما تناخذوهمش بعين الاعتبار يوميا ياكلوا في هذا وتيمشوا للمستعجلات فاعيد انه خص الانسان يراقب المحل اللي غادي يمشي ياكل فيه في نفس الوقت وحنا مسافرين وحنا في باب هذه الضروره المفروض الا كنا جماعه ما ناكلوش نفس الوجبه كل واحد ياخذ وجبه مختلفه باش يمكن يكون الخطر محدود. خرج قبل ما قبل النقطة الأخيرة شنو هي أحد التطورات في هذا الحال؟ وعند الفوائد اللي شفت مستوى ديال دابا المعلن عليه اليوم على مستوى الإعلام يعني أنه كاين ناس في الحالات ديال وأنه كاين باقي مصابين حالات حرجة جايين دابا ولكن شوف راه الإحصائيات الحقيقية راه ما عندناش لأنه ماشي غير هذاك المحل المحلات اخرى حيت تنقولوا السلطه دابا عشرات ديال المحلات ولا هذا اللي تغلقوا سالو ديال اشنو علاش تغلقوا؟ لانهم كانوا يزودون المواطنين باكل غير سليم وانهم كانوا تيشتغلوا بطريقه غير سليمه فهنايا يمكن تصور معايا الخطر اللي حددتو هذا الشيء في المجتمع ديالنا حيت تنقول نرجعوا لثقافتنا سالو ديال راه حنايا درءا للمفسده درءا للضرر راه عدد ديال الناس دابا تيعاني من عدد ديال الامراض في الذاكره هذا يعني الخوني السبب ديالها هي هذاك الطعيمه الفاسده ولا هذاك واحد المجموعه ديال الامور وديال الممارسات في التغذيه ديالنا اللي غير سليمه راه وليداتنا دابا تياخذوا من المحلات وقدام المدارس بطريقه عشوائيه الطعيمه ديالهم تلقاو حلويات تتباع بعد ما كاين لا تاريخ الانتاج ولا تاريخ هذا الامور راه منتشره. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.